فاجأت شمس الكويتية الجمهور بفيديو وكلام كشفت فيه مفاجآت عن عدد من المشاهير، تحديداً الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية. وقد ظهرت شمس وهي تتحدث بأنها عالجت العديد من الفنانين من مخاوفهم، ومن بينهم نضال الأحمدية. ممكن تعالجي فنانين؟ عالجت. بكلم جد والله. إيه يعني لجأولك ليه؟ فوبيات كتيرة، مخاوف. ما حسوش بالغيرة إنك فنانة زيهم؟ تعامل مع الفنانين لما تعامليهم حالة وبتجاوبيهم بتقول لهم إيه؟ هما بالنسبة لي بيبقى إنسان. أنا أي حد يجي عندي استشارة ما بفكر فيه هو شنو عنده، وهو منه، هو فنان، هو رئيس دولة، هو فقير، هو غفير. هو إنسان يشتكي من حالة، أنا قادرة أساعده يخلص منها. الحمد لله بنفس الجلسة يروح. واحدة منهم نضال الأحمدية طلعت قالت شمس عالجتني، عندها مشكلة 20 سنة. إذن شمس ادعت أنها تعالج من الفوبيا والمخاوف، وقد عالجت نضال الأحمدية من مشكلة دامت 20 سنة دون أن تكشف تفاصيل هذه المشكلة. الفيديو السابق دفع ببعض المتابعين لمهاجمة شمس واعتبارها تتعدى على مصالح الطب والعلاج النفسي، فيما اعتبر البعض الآخر أنها هي من تحتاج للعلاج. وفي عام 2020 أعلنت الفنانة شمس الكويتية عن إطلاقها موقعاً إلكترونياً مخصصاً لعلاج الحالات النفسية والجسدية والاتصال الروحاني والطاقي عن طريق علم الريك، وقالت إنها صارت جاهزة لاستقبال الاستشارات والعلاجات لجميع أنواع المخاوف والمشاكل الجسدية من سمنة ونحافة زائدة والغدة الدرقية والكبد والشعر والبشرة. وشددت شمس على تخصصها في علم الريك للصدمات والكآبة وأشياء كثيرة. أما عن علاقتها بنضال الأحمدية فهي علاقة جيدة وفق ما تظهرانه لبعضهما البعض ووفق ظهورهما معا، خاصة في إحدى المرات حيث كانتا تتناولان العشاء معا برفقة بعض الأصدقاء، وكانت شمس تقلد نضال وتدخل في نوبة من الضحك، فيما كانت الأخيرة تصورها وتضحك أيضاً.